عربية قلبي وروحي. পুরস্কার ঘোষণা করব এর আগে আমাদের সম্মানিত তিনজন মেহমান আছেন সবাইকে আমি বলবো যে চার পাঁচ মিনিট করে কথা বলতে এরপরে পুরস্কার ইনশাআল্লাহ এরপরে বলব ইনশাআল্লাহ এরপর আমাদের চেষ্টা যেতে পরে পরীক্ষা যেহেতু চলে এসেছে প্রথমে আমি বলবো এখানে এক পাশে আছেন আমাদের শেখ মহিউদ্দিন পারভী আল্লাহ তাআলা তার কথা বলবেন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لأن نشارك في هذه الحفلة ثم أشكر الأساتذة الفضلاء وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الشيخ شفيق الإسلام الإمدادي حفظه الله ورعاه أيها الإخوة في الله التعبير عما يدور في النفس بالكتابة أو بالخطابة نحتاج إليه أكثر بكثير وهذه الأقسام في الحقيقة تدرس الطلاب هاتين المهارتين أعني التعبير بالكتابة والخطابة فأنتم ما شاء الله قدمتم الخطب والمحاضرات باللغة العربية وكتبتم أشياء كثيرة بالعربية أرجو منكم جميعا أن تواصلوا هذا المشوار وأرجو منكم أن لا تتوقفوا بعد التخرج من هذا القسم بل المواصلة والاستمرار سر النجاح المواصلة والاستمرار يجعل المرأة ماهراً ومتقناً وبعد ذلك مبدعاً في الأمر لأن الإبداع يأتي بعد الإتقان فأنت عندما تمارس وعندما تتمرن على العربية ولا تتوقف فحينئذ تكون مبدعاً في أمرك حينئذ تكون مبدعا في الكتابة والخطابة وهذا الذي نحن نريد منكم أنتم ستكونون معلمين وسفراء للغة العربية وهذا نأمل منكم أيها الإخوة في الله أنتم تكتبون بالعربية وتخطبون بالعربية ليس بالعربية فحسب بل بالعربية الفصيحة الجميلة بالعربية المتميزة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ناجحين موفقين وأن يجعلنا جميعا من الناجحين والموفقين وأخيرا أشكركم جميعا مرة أخرى وأشكر الأستاذ الفاضل وأشكر الزميل الحبيب الصديق الأستاذ الشيخ عبد الله مصطفى والأستاذ المهندس ناهي الحسن والأساتذة الفضلاء وإلى هنا أكتفي وأترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله على الشيخ الأستاذ محمد بن عبد الله تعالى الآن